فيما يخص بخلق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. رحبنا بهذه المبادرة وعبرنا أن دعمنا لهذه المبادرة الأممية فيما يخص بسوريا. أكدنا التزامنا الكامل بقرار أممي 2254 قبل كل شيء فيما يخص باحترام سيادة وسلامة أراضي سوريا، تنظيم للسوريين أنفسهم للحوار السياسي، وضرورة دعم المجتمع الدولي فيما يخص بحل المشاكل الإنسانية وإعادة إعمار وإعادة البنية الاقتصادية. كما أن الجانب الروسي شددت على أهمية تحقيق الأهداف التي وضعت من قبل مشاركي مسار أستانا، الدول الثلاثة روسيا وتركيا وإيران، خلال مؤتمر سوتشي في يناير عام 2018. ونحن الآن نعمل مع شركائنا ومع المعارضين ومع زملائنا في الأمم المتحدة بغية إتمام عملية تشكيل اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن. ناقشنا كذلك ضرورة إعادة علاقات سورية مع الجامعة العربية. فيما يخص بليبيا، لا نرى بديلا للحال السياسي، ونرى أن جميع الأطراف يجب أن تكافح الإرهاب والإيديولوجية المتطرفة والتعمل على إسراع الحل السياسي. من نفس المواقف المتتابعة ناقشنا أو تطرقنا إلى تطورات الأوضاع في اليمن وفي السودان. زملائنا سيد شويغو وزاكي وزير الدفاع تطرقوا بالتفصيل التعاون العسكري والفني علاوه على تطورات الأوضاع في الأزمات الإقليمية. فيما يخص بعلاقاتنا الثنائية مع جمهورية مصر العربية، قبيل اجتماع زائد اثنين ناقشنا بالتفصيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها من قبل الرئيسين بما في ذلك المشاريع الاستراتيجية، بما في ذلك تنفيذ مشروع محطة نووية وإنشاء منطقة صناعية روسية قد عبرت 19 شركة روسية عن رغبتها في المشاركة، وأنا على اليقين أنه هذا العدد سيزداد. تعمل شركة الطرق الحديدية الروسية بكل نشاط في مصر، هناك شركات نفطية كمان تعمل في مصر، ونتعاون في مجال غاز والفضاء الخارجي، ونناقش موضوع إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر والمنظمة اليورو آسيوية الاقتصادية، وناقشنا التحضيرات للقمة الروسية الإفريقية الأولى التي تنعقد في مدينة سوتشي في 24 من شهر أكتوبر، وناقشنا عملية تحضير لكل الوثائق. نقدر هذه المباحثات كفعالة ومثمرة، وسنواصل هذا العمل المشترك بناء على التقليف من رئيسي بوتين وسيسي. شكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير سيرجي لافروف. في البداية أتوجه للمباحثات المثمرة التي عقدت على مستوى وزيري الخارجية ووزيري الدفاع واللقاء المشترك الذي ضم الأربع وزراء. نحن نثمن كثيرا آلية الحوار 2+2 ودورية انعقدها هذه الدورة الخامسة وما تؤدي إليه من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وإتاحة الفرصة أيضا لتناول مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأيضا الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يعزز من جهدنا المشترك لتعزيز السلم والأمن الدوليين. بالتأكيد تناولنا بإسهاب كما تحدثت العلاقات الثنائية بين البلدين، وعبرنا
كل منا عن ارتياحنا لما وصلت إليه هذه العلاقات من نمو، وأيضا الرغبة المشتركة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون في كل ما طرحته، وأيضا مجالات جديدة فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية. فكان هناك تطابق في الرؤى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والاهتمام بالوصول إلى حل نهائي مبني على حل الدولتين، المبادرة العربية، إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كذلك تطرقنا إلى الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والجهود المشتركة التي تبذل للتوصل إلى حلول سلمية لهذه الصراعات وفقا للشرعية الدولية وعلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والحفاظ على سيادتها واستقلالها، والتعامل مع كل المشكلات المترتبة من خلال حوار في هذه الدول بين الفرقاء للوصول إلى حلول سياسية تؤدي إلى تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة وأراضي الدول. مقاومة الإرهاب دائما على جدول اهتماماتنا، وضرورة التعامل مع هذه القضية بمنظور شامل يؤدي إلى تعامل مع كافة التنظيمات الإرهابية بنفس القوة والتركيز، وتناول القضية من المنظور الأمني والمنظور أيضا الفكري والثقافي، ووحدة المجتمع الدولي في التصدي إلى هذه الظاهرة، وعدم استغلال أي من الدول للإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربها وأطماحها السياسية. وهذا أمر يجب أن نكثف فيه جهودنا ونكون واضحين في تحديد مثل هذه الدول وما تتخذه من إجراءات مناوئة لأمن دول المنطقة بل وأمن دول العالم. نؤكد استمرار التنسيق في إطار المنظمات الدولية، ونقدر الجهد الذي بذل والتنسيق فيما بين مصر وروسيا ودول أخرى لاعتماد المقرر في الجمعية العامة لعقد المؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، ونأمل أن ينطلق هذا المؤتمر في التاريخ الذي حدده السكرتير العام في نوفمبر القادم، وأن يكون بداية لإخراج المنطقة من عدم الاستقرار وتدعيم منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. نحن ننسق بشكل وثيق مع روسيا الاتحادية، ولدينا رؤية مشتركة في كثير من الموضوعات، وهذه الآلية تزيد من تبادل الرؤى حول الوسائل المثلى لتحقيق الأمن والاستقرار الدولي، وأيضا العمل على تدعيم علاقتنا الثنائية في شتى المجالات. شكرا جزيلا. الزملاء المحترمون، ننتقل إلى الأسئلة. أرتي تفضلوا. شكرا جزيلا. ناصر حسان، روسيا اليوم، معالي الوزير الروسي، السيد باتريشيف أمين مجلس الأمن الروسي موجود في إسرائيل حاليا، ولقد عقد محادثات مع رئيس الوزراء، وسيعقد المحادثات مع ممثلي القيادة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية. السؤال الأول، لماذا تعقد هذه المحادثات في إسرائيل؟ السؤال الثاني، سيد باتريشيف قال أنه الأزمة السورية ستكون الموضوع الجوهري لهذه المفاوضات، هل تتوقعون لماذا يوقن هذه المفاوضات في إسرائيل؟ الوزير، قبل قليل تحدثتم عن رؤية مصر لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ما هي الفائدة من مشاركة مصر في مؤتمر المنامة في ظل المقاطعة شبه كاملة عربيا ودوليا لهذا المؤتمر ورفضه من قبل أجانب الفلسطيني؟ شكرا.
فيما يخص بلقاء باتروشيف في إسرائيل بين أمناء مجالس الأمن لروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، فهي كانت مبادرة إسرائيلية من قبل رئيس الوزراء نتنياهو خلال لقائه المؤخر مع رئيس بوتين. ننطلق من أنه الموضوع الإيراني يقلق إيران، يقلق إسرائيل والولايات المتحدة قبل كل شيء، وليس في سوريا فحسب بل إقليميا بشكل عام. لكن نعتبر هذا موقف مضرا، أن تخضع السياسة في إقليم ما لأهمية لمهمة مكافحة دولة معينة وعزله وتحميل كل مسؤولية عن كل حوادث دون أي أدلة، هذا الشيء مضر. كما قلت ندعم الحوار بين إيران والعرب بما في ذلك فيما يخص بموضوع بناء الثقة المتبادلة وترسيخ الأمن في منطقة خليج العرب العربي، ونرى تطورات الأوضاع الأخيرة خطيرا سواء إقليميا أو بداخل سوريا. يقلقنا محاولات تحويل أرض سوريا إلى عرض النزاع بين إيران وإسرائيل أو الولايات المتحدة. فلما اقترح نتنياهو مثل هذا اللقاء، مثل هذه المفاوضات، وافق الرئيس بوتين وشدد على أنه سننطلق خلال هذا اللقاء من هذه المواقف، أهمية الالتزام بقرار 22-54 الذي يطلب قبل كل شيء الاحترام الحتمي للسيادة وسلامة الأرض السورية واحترام لحق الشعب السوري في تقرير مصيره. نعمل على ذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية. مثل إيران، الوحدات الإيرانية توجد في إيران في سوريا بناء على الدعوة من الحكومة الشرعية في دمشق، وهذا سيكون موقفنا في إطار هذه المفاوضات في إسرائيل، وهذا موقفنا لم ولن يتغير في أي مفاوضات أخرى تتعلق بالملف السوري. فنسوق فكرة ضرورة العمل عن طريق الحوار وليس عن طريق دعم الأفكار الانفصالية في أي منطقة من مناطق سورية أو محاولات إفشال الحكومة السورية الشرعية من تحريك العملية السياسية والحوار السياسي. وأود أن أشدد أهمية استئناف العلاقات مع الجمهورية العربية السورية من قبل كل البلدان العربية، بما في ذلك عودة سوريا إلى الحضن العربي، إلى الجامعة العربية. شكرا. فيما يتعلق بورشة المنامة الخاصة بالشق الاقتصادي وعلى التوصل إلى حل نهائي وسياسي للقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بداية الدول العربية ليست مقتطعة لورشة العمل، وإنما هناك عدد من الدول العربية وهي دول عربية مؤثرة تشارك في هذا. ومن حيث مشاركة مصر، فمصر متصلة بكافة الأطر المختلفة وبكافة الأطراف ذات التأثير على القضية الفلسطينية من منطلق السياسة الواضحة في دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية. لكن ده لا يمنع من أن نتواصل مع كافة الأطراف المؤثرة، مع أطراف طرفي النزاع، والاطلاع على ما قد يطرح من حلول في سواء كانت سياسية أو اقتصادية، ليتسنى تقييمها أخذا في الاعتبار بأن أي قرار متصل بها هو قرار لابد أن يكون لأصحاب الشأن، وفي هذا الحال هو السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة الشرعية عن الشعب الفلسطيني التي تستطيع أن تعبر عن موقف محدد إذا ما قد يطرح.
فوجود مصر هو لتقييم الطرح ولا لمدى توافقه مع المصلحة الفلسطينية واستمرار التواصل مع الأطراف المؤثرة، ومع تأكيد مرة أخرى بأن أي قرار خاص بهذا الطرح هو للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تتخذه وفقا لرؤيتها ووفقا لالتزامها بتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني. Уважаемые коллеги, пресс-конференция окончена. Благодарим за внимание.